أحمد زكي لما اتولد كان يتيم الأب، والأم بسبب ظروفها الاقتصادية اضطرت تتجوز وتعيش بعيد عنه. أحمد زكي اتربى ببيت جده وبيت خاله، والحقيقة إن أحمد زكي ما غفرش لوالدته جوازها التاني معظم سنوات عمره، وإن ظل يساعدها ماليا خصوصا بعد ما أصبح نجم كبير. قبل وفاته بأيام حسينا إنه ضروري إن والدته تيجي مستشفى دار الفؤاد وتشوفه. وصلت الساعة 3 بالليل قبل الفجر بساعات قليلة، ودخلت عليه الأوضة وهو نايم. احنا الحقيقة ما كناش عارفين رد فعله هيكون ايه، لكنها بهدوء شديد جات جنب السرير بتاعه وراحت تصلي. لما فتح عينه أحمد زكي لقاها قدامه بكى واحتضنها وراحت ترفع ايديها للسماء بان ربنا يغفر له ذنوبه. علماء النفس بيأكدوا ان الرجل عندما تضطرب علاقته بأمه تضطرب علاقته بالمرأة.